اسكو اليوم انت ك ك كسيكسولوج وكانسان حكيت مع العباد وحكيت مع النساء وحكيت مع الرجال، اسكو اليوم نحن مجتمع مكبوت والا مجتمع مفرهد؟ خاطرك ومام طون قاعد تقول لي العباد تمارس على بعضها. كان جاي مجتمع مفرهد رانا راهم فماش سبان وراهم فماش راك تهبط الشارع حبيب رقيبه تلقى الناس كلها هكا. فمعناها مجتمع مكبوت. مجتمع مكبوت يتم معنى الكلمة، والكبت نتاعو في عوض يوظفه في حاجة باهية يوظف فيها في حاجة خايبة. شنو هي الحاجة الخايبة؟ حاجة باهية أنك مثلا كيف التونسي يمارس الجنس باش يفرهد مخه مش باش يشيخ باش عفوا باش يقول هاني عملت حاجة مش باش يشيخ في مخه ويتفرهد ويعمل كناموسة كما يقولوا. أنت تحكي هكا لجمهورك الجمهور العريض والعبيد؟ إيه طبعا مالي شنو يفهم؟ تتعدى في الراديو تتكلم هكا؟ إيه بالطبيعة ساعة اليوم مش سبونة فما تلابس تكسر التو. الجملة هذه بركة فما تلابس تكسر. ليه ليه شوف الواقع معناها أنت تحكي هكا بالطبيعة لازم مش تحكي هكا التونسي. شوف نجمش تحكي مثلا نعطيك أنا الانتصاب مثلا تقول انتصاب ماذا قلت انتصاب واحد طلب في الراديو قال والله ما تحشمش ما تحشموش على الواقع. شنو هو الانتصاب؟ وقت يبدا الريجو طالع ناشك انا ريزو طالع قعدت في الراديو حكيت على الريزو طالع هي السي ريزو طالع ريزو هابط بربي حكيت الريزو طالع وهابط نحكي معك كتبيب تو لا كمختص في علم الجنس كمختص في علم معناها انا انا معناها كمختص يجيوك ناس محافظين عباد عاديين ناس طبعا. يسالوك على الريزو والدنيا طبعا طبعا يجي يقول لك انا عندي ريزو ما يخدمش طايح امبان دايمات بون واش يقول لي ريزو طايح امبان يقول لي المشكل نتاعو شنو هو انا هكا وانت ايش تساله مثلا تقول له طبعا فما عديد فما عمليه تشخيص كامله تصير للحكايه تساله نرجع به حتى الطفوله لصغره ترجع به الصغر ومن بعد البيبرتي معناها تو نحن حكينا تسبينا كي يجيك واحد عنده الريزو طايح اي فما حلول بالطبيعه فما معناها الناس اللي قعدوا مو باش ما يأيسوش اي كبير 70 سنه ولا 80 سنه ولا شوف الحياه الجنسيه توفى وقت الواحد يدخل غادي معناها فما امل ما فماش راجل كبير وفماش مراه كبيره فماش راجل كبير شوف هذه الغلطه زاده الاخرى نتاع التوانسه والمفهوم الغلط للجنسانيه لا سيكشواليتي انه التونسي يربط العمل كلمه جنس بالعلاقه الجنسيه شيكن وينكس هاي دونك العلاقه الجنسيه في حد ذاتها هي القبله الحميمه علاقه جنسيه جنس سطحي علاقه جنسيه سكروا فهمكم خليهم يسكروا برا رقدوا بليس 18 ans جسبير